مصر في كأس العالم. الحمد لله، الله يسلمك. الحمد لله رب العالمين. ربنا، يعني انا بقول من ربنا سبحانه وتعالى ما زعلش الناس والجمهور ده، ما رضيش ان احنا نرجع زعلانين. يعني الواحد مش مصدق نفسه والله. يعني انا فرحان جدا ان ابني شاف اليوم ده، وفرحان ان انا كمان شفت اليوم ده ان احنا نوصل لكاس العالم. مبروك مبروك للشعب المصري كله، وبقول الحمد لله رب العالمين، لان ربنا سبحانه وتعالى فعلا كان عاوزنا نوصل لكاس العالم. في حاجات كده في الكوره، يعني يمكن الكابتن رابيني وفي ربنا سبحانه وتعالى سبب اسباب ان انت توصل. هو فعلا كابتن ربيع لسه بيقول كده، هو واحد بقى من اللي داقوا كاس العالم وحس يعني ايه كاس عالم يا كابتن عبد الظاهر. لا طبعا كاس عالم حاجه ثانيه خالص، كوره ثانيه خالص، ليفل ثاني خالص، مستوى ثاني. يعني انا بقول ان شاء الله رب العالمين. يعني الواحد في الفرحه مش عارف يقول ايه. والله انا من الفرحه ما عارف اقول ايه. انا بقول مبروك مبروك ان الشعب ده عايز يفرح بعد يعني سنين طويله، 28 سنه احنا لعبنا وبطلنا وما وصلناش. حققنا بطولات افريقيه اي نعم، لكن بكاس العالم ما وصلناش. اللعيبه اللي موجوده ديت يعني اقل وصف فيهم ان هم رجاله. يمكن هم ما عندهمش يعني بطولات كتير، لكن عملوا لاجيال كتير ما عملتوش. وان شاء الله رب العالمين احنا الكره المصريه كلها هتشوف قد ايه كاس العالم ده مؤثر على الانديه وعلى اللعبه كلها وعلى الاتحاد وعلى كل حاجه. كل حاجه هتلاقيها متغيره، كل حاجه هتلاقيها متقدمه. كلنا الكره هتروح في حته ثانيه. الجمهور حتى ان شاء الله رب العالمين احنا شفنا 80,000 اهو موجودين في الاستاد، اولاد واطفال وبنات، وما فيش ادنى مشكله خالص. ده فرصه ان احنا نرجع الجمهور كمان. يعني انا شايف ان احنا الحمد لله في وقتها بالظبط ان مصر كانت محتاجه انها تفرح. كابتن عبد الظاهر، هدف التعادل للكونغو كان كالصدمه، استقبلت بقى يعني هدف التاهل لكاس العالم وبنالتي محمد صلاح ازاي؟ انا حاسس ان محمد ما فكرش في الكوره وراح. هو لو فكر ثانيه هيرتبك، لكن ربنا سبحانه وتعالى بعدين حد محمد صلاح الفتره دي، لان مش اي حد ينسى في الموقف ده. عنده ثبات انفعالي غير طبيعي. يعني لما جه جون التعادل الوحيد اللي كان بيقول لهم يلا، هو الوحيد اللي بيقول بيشد منهم ويقول لهم هنكسب. فمحمد لعبها بثبات انفعالي غير طبيعي يحسد عليه. يعني وما جيش غير من لاعب كتير، لاعب كتير وكتير. انا فرحان له جدا، لانه انا شايف ان هو من خطوه كاس عالم هو خلاص تقريبا يعني 100% ممكن ياخد الكره الذهبيه. وده شرف لينا كلنا وشرف للعيبه وشرف لمصر كله ان لعيب زي ده الحمد لله رب العالمين وصل للعالميه ووصل فريقه. في ناس كتير احترفت في مصر، لكن يعني محمد يعني وصل لمرحله قماشه ثانيه. يا كابتن قماشه ثانيه محمد صلاح. ربنا يجيب شر الحسد يا رب، يا رب ويا رب يعني يبعده عن الاصابات ويخليه لمصر. عايز اقول له كده يعني ربنا يكرمك كابتن عبد الظاهر، الف الف مبروك ويا رب كده دايما تبقى معانا في الانتصارات. خليني اقول لكم ان موقع ليفربول غرد بالعربي عشان محمد صلاح وتحدث عن انجاز محمد صلاح مع منتخب مصر، وبيقولوا الف الف مبروك لمصر ومحمد صلاح يصعد بمصر اللي هي المونديال. ايضا خلينا اتكلم مع حضراتكم، اول تصريحات المهندس هاني بوريدا رئيس اتحاد الكره المصري، قال لك بعد تحقيق الحلم عشت على اعصابي سنه كامله، لكنني لم افقد الثقه في منتخبنا لحظه واحده. و تجنيب الفريق المشاكل اللي واجهها الاتحاد اصعب المهام اللي واجهتها في حياتي. كوبر ادى ما عليه والانتقادات البناءه تصب في مصلحه الكره المصريه، ولحظات التاريخيه ديت الواحد ما بيسعاش فيها غير انه يسجد ل